وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا زدنا من بركاتك وأيدنا بتأييداتك واجعل أيدينا فوق أيدي أعدائك آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته وبركاته. قلنا ما زلنا مع الآيات الأخيرة من سورة الإسراء، أي سورة بني إسرائيل. وبأنكم كثرتوا من شعار الآن وهنا أو هنا والآن سيان عن معنى يسي متن ومتن ويسي، هذه مش يخدم فيها إبليس برك، حتى الدين الإسلامي يخدم فيها. أما باش إبليس يخلو له الزمان والمكان أبدا، هو محروم من ذلك أي محرمة. إذا نحن موجودين تو وما بعد إن شاء الله وفي كل مكان وزمان، هذا وعد من الرحمن. إذا اللي قاعد اليوم يحفرنا يبدأ يحفر رؤيته، شوف هل ينقلب عليه الأمر حتى هو تحت أرجلنا ذليلا كما كان في الماضي. بنو صهيون حازوا على الظل كله والصغار وضربوا بالشنار، ولهذا أنتم يا أتباع يا كرب ويا شرق ويا غرب كنت في قبضة بني صهيون الملعونون ملعونين. أنا إيسي مانتنو بوسوري أبيلي بوسوري مودي إيسا سي لا فولونتي دي لي باسكو فوز أفي شوازي إي مال شوازي فوتر ساتون سي لينمي نيميرو 1 دي مسلمون ون أفي كاغوبي les résultats de ce qu'il vous a enseigné et insinué et irrigué d'une façon intolérable, d'une façon malicieuse et d'une façon pernicieuse. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.